هذه الطبعة تأتي والجزائر تتأهب لإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال والشباب في ظل انتصارات تدشن عهد الجزائر الجديدة. لقد تميزت هذه الطبعة باستحداث قائمة موسعة للأعمال المقترحة باللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية وباللغة الفرنسية، كما عرفت لأول مرة مشاركة كتاب أجانب وحضور قوي لدور النشر. إن إيلاء أعلام الفن والثقافة مكانتهم المستحقة كرموز للثقافة الوطنية يبدأ من الالتفاف حول مبادرة كهذه الجائزة التي توسمت برعاية سامية هذه السنة من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي يجدر دعمها وتوسيع أفقها. والأكيد أن المتوج يحوز شرف اسم آسيا جبار الذي يجبره على الالتزام بقيم الكاتب الكبير التي عاشت بها فقدتنا، فمبارك للمتوجين. نحن اليوم من خلال هذه التظاهرة الأدبية نسعى إلى السير على خطى من ناضلوا بالأمس بالقلم، أمثال محمد ديب وكاتب ياسين، مولود فرعون، ياسمين مشاكرة، والطاهر والطار وآخرون، من خلال جيل جديد من المؤلفين أراد لهم إبداعهم أن يحذوا حذو من حلقوا عالياً في سماء الأدب، وحملوا على عاتقهم حلم بناء جزائر الروح، جزائر القلب، جزائر العلم، جزائر القلم. هذه الأنشطة لا شك أنها تزكي الحماسة بين المبدعين وتحفزهم على المزيد من العطاء والتحسين والتجويد، وهذا في صالح الأدب. Tout ce que je peux dire c'est merci à l'Algérie, merci à mon pays de m'avoir donné ma chance. C'est il va me falloir un certain temps avant de réaliser قبل ما نجم نفكر على الاحساس اليوم. C'est quelque chose de absolument extraordinaire. Le prix, comme celui de Assia Djebbar, participe activement à l'institutionnalisation de la littérature, à mieux structurer le champ littéraire en Amazigh, et je ne peux qu'être content.